مشاهدينا الكرام، سعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بكم الى نقطه النظام، الى هذا البرنامج الذي يتيح للجمهور مناقشه مختلف القضايا، سائر الجمهور ليس شرطا ان يكون من المختصين. اليوم لدينا قضيه نناقشها وهي اين كورونا؟ لماذا فجاه اختفى الحديث عن كورونا مع الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ هل هي مؤامره كما يقول البعض؟ هل هي مبالغة؟ هل هناك مبالغة أم ماذا؟ أهلا بكم. كورونا وين راحت؟ العالم سكت. ولت أوكرانيا. إيش قصدك؟ قصدي الجماعة بتجوا العالم كله بحادثة كورونا وهي مفتعلة، هذا قناعتي الخاصة. ليش اختفى الحديث عن كورونا؟ والله كورونا كان يعني مرض مستجد هو حديث، وكان أكثر الأشياء من نوع العامل النفسي، الأمراض عامل النفسي عند الأمراض ما يؤدي إلى الخوف زيادة، وعلميان يقولون إنه يزيد افراز هرمون، الهرمون هذا يقضي على المناعة. كان كلام كبير على كورونا ثم سكوت كبير عنه، ليش؟ أحس إنه ماشي إنه وباء وإنه عامل نفسي يخترعون به الناس. ايش رايكم بكورونا؟ كورونا خايبه، دمر الشعب، فرقناهم. ليش فجاه ما عاد حد يتكلم على كورونا؟ بقى خلاص كم في قصير يتكلموا الشعب. كورونا اصلا كانت عفه زي ما تقول، واحد انه يحافظ على اطفاله وهذا، لانه السباحه باختلاط مع الناس وهذا، يعني يخاف واحد انه يسبب لأي واحد منهم أن المرض أو كذا، ولكن الحمد لله مرت على خير. أنت من الناس اللي مؤمنين أنه في كورونا، ولا من الناس اللي مؤمنين أنه مؤامرة ومبالغة وتخويف العالم؟ هو وقت قريب الحق رمضان، وقت الصلاة والذين، يمنعوا المساجد، يمنعوا هذه الحاجات، بعد عيد عرفة خلاص، بعد ما فيش اجتماعات لا صلاة لا حق ولا شيء، خلاص في كل حاجة ترجع كورونا؟ ترجع كورونا، بس لا قريب رمضان يرجعوا كورونا. كورونا وين راحت؟ رجعت بلادي الصين. في كورونا ولا ما فيش؟ احنا عندنا اسم الجازعة. بس يعني في كورونا؟ في بس مش بالتهويل حقهم. بالغوا في الموضوع؟ ايوه. ليش بالغوا؟ لانه متقعثش على اليمنيين. بس العالم خسر أكثر من اليمنيين بكثير على فكرة، خسر اقتصاد، خسر أشياء كثيرة، يعني معقول يبالغ ويخسر هذا كله؟ هي في المرض، بس ممكن ما عرفش يتعاملوا معه، إحنا اليمنيين ما شاء الله مرضوا وتعافوا أكثرهم. كانوا في ناس يمرضوا؟ لا، مش لدرجة أنه ما في شبه. حمى هي أنواع، تمام، في حمى إذا حملت أوله تمام أزدادت، سبحان الله أحيانا واحد يتحمش الحمى يمكن يموت منه إذا ما استخدمش العلاج أو الفوار أو حاجة تهذير، وبعض فوار يأثر، تمام؟ هذا اللي نعرفونه. أما إذا هو كورونا صح، هذا يعتبر زي الوباء أو يكمل اختبار من الله عز وجل. كورونا في كورونا، كورونا في كورونا أكيد. أنت مع أنا كعلمي، كان أنا طبيب مش شغل جمهوري طبعاً، كنت مع أشتغل بقسم الكوفيد بالأسماء، كان أكثر الحالات اللي يوصلون لحنا فوق عمر 60 سنة، فوق عمر 40 سنة، يعني هذا ما يخرجوش. الجهاز الفنتليتور تعرفه انت، جهاز التنفس الصناعي، يعني المريض اللي يدخل على جهاز التنفس الصناعي 1% خروجه من الجهاز التنفس الصناعي. بس موجوده، كان في حاجه اسمها كورونا وفي امراض في اصابه بكورونا، انت ما تنكر هذا؟ لست منكرا، ولكن اقول ان هناك في عمرنا وزمننا كاملا ان الفيروسات موجوده ومنتشره في العالم، وهي عدة، هي أنواع تزيد على 200 إلى 300 فيروس، وبالتالي كل فيروس ينتشر في العالم أو في أجواء معينة هو حينتقل، ومنه ما هو معدي حاد، ومنه قليل العدوى، ومنه يكاد يكون منعدم. ولذلك عندما ينتشر الفيروس تستغل الشركات العالمية انتشار هذه الفيروسات لأن يكون لها عائد مادي وابتزاز. في ليست لقاحات، قد تقول لقاحات في أنواع كثيرة، إما أدوية وإما لقاحات. الأدوية معروف حقها المسار، واللقاحات معروف حقها المسار، وذلك في معك خمسة من أصناف. إذن إلى أن وصل إلى الفيروسات المتحورة إلى غير ذلك.
كحروب نفسية استخدموها، واحتمال يكون وباء، بس مش معقول انه يقبل بساعته، الوباء ما يكملش. هذه المساحة لا تريد أن تقول للناس شيء معين، أقصد نحن نقطة النظام بالنسبة لي هنا أنه نحن لا نحكم بشيء معين ولا نقلل ولا نحن ضد حتى اللقاحات ولا الإجراءات، لكن خلينا نشوف الناس إيش رأيهم بموضوع كورونا. وزي ما سمعنا وحتسمعوا البعض يقول مبالغ فيها، البعض يشكك حتى بوجود شيء اسمه كورونا، مع أنه أنا بالنسبة لي تقريبا مرتين جتني أعراض كانت غريبة إلى حد ما أعتقد أنها كورونا 100%. ليش تعتقد أنه سكت خلاص الحديث عنه؟ ما أقول لك أنه قد كملوا هذا الوباء، ما كملش هذا الوباء، ما كملش، أو بالأصح ما كانش موجود من أصله. بالغوا وفوق المبالغة، اعتبار ابتزاز للعالم. طيب اللي مرضوا واللي ماتوا ايش كان ذاك، ايش كان المرض هذا اللي جانا؟ اول شيء اول ما سمعنا انه مثلا بالمستشفيات وكذا انه في ابار وفي ابره الرحمه، ما ادري ايش على قولتهم، يعني ما ادري انه في مرض من صدق انه كذا، يعني مش عارف انت. وهذا صوت ثالث اللي هم ما يقدر يحكم بانه في ولا ما فيش، يعني مش عارفين، نحتر، كله قضاء وقدر. العالم بدا يعني يغض الطرف عنها، ما يتحدثش بسبب مع وجود الازمه في اوكرانيا. تعتقد انه انت في 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 كورونا بالفعل ولا ابتزاز كان للعالم؟ والله انا احسها انه اختراعات، ما فيش للنهايه ولا في مبالغه، في مبالغه يعني كذا الصناعه من عندهم هم الغرب. يعني انت مع فكره المعامل البيولوجيه اللي تطور الفيروسات وتنشرها؟ ايوه، عندنا احس كده اني مش موجوده نهائيا. انا بستغل وجودك كطبيب هنا لانه البعض قال ما فيش كورونا بدليل انه العالم ما عاد يتكلمش من لما جت الحرب الروسيه الاوكرانيه. الا الكورونا مرض موجود وهذا، ونحن لا ننكر هذا الشيء، ولازم نحن يعني العالم التزم بالله بالإجراءات الوقائية والأكثر مننا، اللي إحنا باليمن يعني مستهترين، ناس أكثر مستهترين. طيب نقطة أخرى وهي أنه أوكي كورونا مثلا في أمريكا يموت 70,000 شخص من الإنفلونزا العادية سنويا، فهكذا قال ترامب يعني في واحدة من مكالباته، اللي أقصده أنه الفيروس بولغ بموضوع الوفاة. أيوة أكيد أكيد، عندنا اللي احنا وكان يعني اللي احنا الدوله ضعيفه ما بش معنا امكانيات، ما قال حدش انه معنا احنا 70,000 حاله وفاه سنويا. انا كلمك على امريكا، هذه امريكا. انا اقول لك احنا ما بالك في امريكا اللي معاهم، امريكا منهم دوله متقدمه وحديثه الوفيات، في الوفيات في مبالغه بالموضوع، في مبالغه اكيد يكون. بالنسبه لكثيرين لا يعتقدون انه الكورونا مجرد زوبعه بدون شيء حقيقي، والدليل العالم توقف، اقتصاد العالم تضرر، العلاقات بين الدول تضررت بشكل كبير، لذلك لا يعتقد الكثيرون بأنه سيضحي العالم بكل هذا من أجل شيء ليس موجودا، إنما قد يكون كما يطرح البعض أنه في مبالغة من أجل عمل الشركات، شركات الأدوية وشركات اللقاحات، ممكن علشان الابتزاز لأنه كل واحد يرمي باللوم على الآخر. يعني التهمة الأولى كانت بأنه هناك خرج من معامل كورونا، خرج من معامل في وهان الصينية، الآن الصين أو روسيا تتحدث والصين تبنت هذا الرؤية على أنه في معامل ومصانع بيولوجية في الأمريكية في أوكرانيا لتطوير الفيروسات، هذا أيضا وارد. وجهة النظر هذه أيضا موجودة كما قلنا على الساحة، وإحنا مستمرين أيضا في استطلاع آراء الناس. هل منطقي الآن موضوع أنه تحول إلى زي الإنفلونزا العادية والناس تعايشوا معه على هذا المنوال؟ أكثر الناس يصيبوا بالمرض عندنا بهذا، بس يعني نمو ما عندنا، ما عندناش إمكانيات نعمل فحوصات بي سي آر، يعني كان أكثر الناس يعني يظنون أنه كإنفلونزا عادية ويتخارجوا منهم، يعني الآن الآن قد عنده مصل، قد عنده خلاص مناعة، في مصل، أيوة يعني في مصل معنا هنا،
لا اللي اصيب فيه بدون اللقاح تقدر تقول انه قد في عنده مناعه ولو كانت خفيفه؟ علميا عاد احنا ما اثبتناش، بس باللقاح الوجود حقه الله اعلم. يعني اللقاح حقه الان اثبت انه مصل يعني ضروري تاخذ قرعتين، بعد القرعه بعد 3 سنوات 6 سنوات تاخذ قرعه ثالثه. احنا من قبل ما يطلع كورونا وما كورونا كنا نمرض هذه الامراض، يعني كانت تقيل لنا زكام سعال حمى، بس ما كانش يروح الشم والطعم. ايوه بس العامل النفسي احيانا قد نقول لك العامل النفسي حتى لو ما في في كورونا، بس احنا افتجعنا زياده. ايوه احنا هولنا زياده، يعني هوفنا زياده زودنا بحبتين زي ما تقول. كورونا ظهر انه قد انزاحت من كل شخص، وهذا الحمد لله. لا حتى احنا ما نعرفش انه في كورونا، ولا سمعنا عن واحد في كورونا الا ما سمع في كثير كان عندنا. ده بس بحارتنا احنا هنا ما فيش. انت امورك سليمه؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله كل حال. ليش تعتقد انه بدا الحديث عن كورونا يخف؟ لانه نشوف خف الناس، ما عاد فيش الخوف هذاك، ما عاهلوش وما عاد نسمعش انه يقولوا اني كذبه، بس على ما اشوف داخل تعز الحمد لله الناس عايشين، وبيني وبينك على الاوضاع اللي احنا نعيشها هذه الايام اشوف ان الناس ما يفكوش بكورونا ما كورونا. الاشياء اللي نشوفها والاقوى واللي تصير واللي نسمعها خلاص او بيجي لي او بيعمل لي، يعني حتى لو ما في بالشيء الوهم يخليني احس بهذه الاشياء حتى وهي مش موجوده. طالما انك موجود لازم تغني لنا. اوه ضروري والله. اي حاجة. انا استاهل اللي صار، لاني صدقي حبيتك وخليت الحشا لك دار. انا استاهل اللي صار. الثورة العالمية ايش يقصد بها؟ الثورة العالمية يقصد بها قيام ثورة ضد الفساد. لا هي كذا موجهة ضد كذا، عندك فكرة ولا ما قرأت عن الموضوع؟ لا ما قرأت السيت. لا ايش هي الثورة العالمية؟ الثورة العالمية هي انتفاضة للشعب، انتفاضة الشعب حول أي قضية كانت، مثل فكنت الآن حاليا نقول فيروس كورونا، انتفاضة الشعب حول هذه الفيروس من وقاية من معالجات من لا. بسألك سؤال، السؤال عليه جائزة. ايش هي الثورة العالمية؟ المصطلح هذا مصطلح أتى من مجموعة والهدف منه حاجة معينة، ايش هو؟ يعني أنا ما بتمشي السؤال. يعني ايش معنى الثورة العالمية؟ الثورة العالمية هي انقلاب. الثورة العالمية أنا بجيب لك خيارين، هل هو المقصود به ثورة مصطلح شرقي المقصود به إسقاط الرأسمالية العالمية، أم المقصود به ثورة في كل مناحي الحياة؟ هي رقم واحد ولا رقم اثنين؟ لا هي رقم واحد. واحد. السلام عليك، هذه إجابة صحيحة، وهذه 30,000. إذن هذا ختام لحلقة نقطة نظام، نلتقيكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.